Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdolus salati ve temmü teslim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamaşbaneme delal, kuşkubireme aziz, emdi sahiru khalakake rüddennen, leser rukni imane şaşan. Rükn imane şaşan, iman etti bekki be qada ve qaderi Xudâ Teâlâ. Taban, rükneki muhimme evzi, imane meri Müslüman tamam nabe, illa kuvvî ve bavari bekki. Xudâ Teâlâ-ı Kur'an-ı Pîruz da gotî, inna kulle şeyin khalaknâhu bi qader. Çit tişti me khalq kirî, گی به قدر خدا تعالی یعنی خدا تعالی تقدیر کری و تشتاد که غلو چه ببه چه صفاتی وی تشتی هنه که اگر عمر خود چه به که اگر چه وظیفه خواه بد وی دنه دا چه تشتی مخلوقات هی مهمات خواه تشتی کش بوی خلق بوی و چی بکه و چی وظیفه خواه به چی بکه گیش که خدا تعالی مقدر کری یا زمش کریه ده حدیث صحیح مسلم داتی ده بی خدا تعالی چی تشتی کدکل دنه ببه پنجه هزار سالی بره برکو دنه خلق بکه یعنی برکو عرض و عزمان و استرکو خلق ببن به 50,000 سالی دیگه 40 دنه ببه گشکی یازمش کریه. لوح المحفوظ ده وقتا خدا تعالی قلم خلق کر و لوح المحفوظ خلق کر امر قلم کر گو بنفیسین. گو یا ربی چه بنفیسینم؟ گو بنفیسینه چه تشتی کد که ببه لدنه هین دنه خلق نبیه. چند تشتی دکل دنیا ببه حتی ری قیامته که دنیا خراب ببه گشکی بنویسید ولیدالک یعنی ایمان مران کامل نابه نه جی الا که و ایمانه و باوری بکی و باوریا چار تشتی ده هنه چار تشت بی ایمانی کو باوری تب قضا و قدری خدا تعالی بکی چرتش دیرانا اولا باوری بکی کو خدا تعالی چد که ببی و چل دنه بی جبره دا پیزانه علمی خدا تعالی بحمد تشتی لدنه ببی چوک و مزن و کو اگر بی مخلوقات انسان که خلق ببی حیوان که خلق ببی که باران ببارد که طوفان را بد که چپ ببه گشکی علم خدا تعالی پیه و یک آد دیان خدا تعالی چت تشتی کفای کو علم خدا گی که دل لوح المحفوظ یازی مشکل وقتا قلم را گو یازی مشکل لوح المحفوظ دل لوح المحفوظ تو قرآن پیروز دو دی فی لوح محفوظ یعنی چت تشتی کو ببه اللوح محفوظ ده اللوح محفوظ ام نقارن يعني يعني بينك وبين والله تشتكي بين اللوح كل مكتب ام بي يزيد كنت تشتكي جنور خدا تعالى شيء ام نزارن ولكن لازم باوري بك كو شي علمي كنت كي تشتي الدرابه به خدا تعالى نفيسا دي اللوح المحفوظ ده او لوحه مقدراتي للدنيا وكي تشبه بها قشكي تيدا نفسان دنيا آسسيان چد تشتي كود كوني ذا ببه الدنيا ذا ببه جيب مشيئتي خدا تعالى وإرادتي خدا تعالى
يعني تشتكي كبي الدنيا ده بابا خدها خاشي تنع حاشا لله تشتكي كدنيا ده بابا خدها تعالى إرادة نكره نخوزه بابا وغصب كاني خدها تعالى حاشا لله چه تشتی که دنیا به با ایسیسیانه؟ ایسیسیان لازم باوری ها به چه تشتی دنیا دا دبه گیب ارادت و مشیعت خدا تعالی خدا تعالی ولو دخوازه بو که نخوازه نابه آ چارانه که مری لازم باوری بکن چه خلقی که دنیا دا دبه چه تی دنیا گشکی به امری خدا تعالی به علمی ویه به ارادتی ویه او خدا تعالی حد من تشت خلق کریه مخلوقات اولان او گشکی خدا تعالی خلق کرنه و چار تشتانا دیکمه باوری بقضا و قدرنه و هر چار تشتانا اول آیک علمی خدا تعالی که حمد تشت ببه بری که دنیا خلق ببین محمد تشتی ظالمو آد دیان او حمد تشتی که علم خدا تعالی دیگه که گید لوح محفوظ دا یازمیش کر نفیسان گیش کی آد سیان چت تشتی دنیا دا دبه بی اراده و مشیعت خدا تعالی آد چاران چم مخلوقاتی خلقی کل دنیا دبه خدا تعالی و تشتانا خلق کرن وانا لازم باوری مراب بیه به و باوری انسان پی طمع واتشتانا گیش که قرآن پیروز دادم حدیث پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دا هاتنا یعنی ام به قدرت خواب به عقل خواب تشتان ناغنه واتشتانا فاتشتا که غیبیه یعنی نعم دبینن بس ما پیغمبری صادق مصدوق ایکو راست و حاشد درو لیتنه وهي إخبار دائما خدا تعالى بيرا وحي كريق وتيفات شتانا بأمتي خرب بيس إذن و ركنك جي أركاني باوري إنسينا كو إيمان بقضاء وقدر خدا تعالى بك طبعا يعني هناك إنسان دبيجن ما دم كو قدر ما دواني بيه والبراواني هذه مش بيها طيب شو الدوري ما هي يعني براواني صار ما هذه مش هي أنت كيف بكنا هناك واني أم شو رأي بكنا خدا تعالى صار ما هذه مش كري أم خيره بكنا أم خيره بكنا كو قلتي هذا شر ده بمس أم شر ده بمس شو الدوري ما هي نا خدا تعالى وتقديرنا كرنا ولكن قوتي مري رندي وري خرابي جوار رجي بيالك كرنا بيخمبر شان بيجمار بيالك كرن وإراداك داما يعني وأم بخازن دري خيرا دا ماشن أم خيارك دا اختيار يعني أم نم مجبور إلا دري دن دا ماشن نا أو بيه يعني يعني عين الصحابية فسؤالها بيغمبر صلى الله عليه وسلم كير وقتك بيغمبر بيقول لك كير حمد تشتي ده علمي خدا تعالى وده اللوح المحفوظ مكين كو يا بيغمبر يا خدا كو مش بوش عملها بكن وكي اللوح المحفوظ ما التطبيق ببي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كو اعملوا بكن رندي خيره بكن ده الدنيا ده هنا بعيشن هن كانن ريخوا اختيار بكن هن ريخوا يعني ري خيره بقرن وكان ري شر بقرن اعملوا فكل ميسر لما خلق له في قمر السنة لي عمل بكن طاعته بكن رنديه بكن خدا تعالى جوا كشف نكري قلت لو حيدا تشدوا هذا ولكن أمر وكري قلت ري خيره هذا بمشن وخدا تعالى فات يسيري وبكي كون الشر خلق لي هنا ري وويت بيش وفابايا ولذلك يعني إنساني كو علمي خبوات شتانا تنبه يعني بر جاهل تدنيري يعني تبيرا دبيجي فلانو نميجي خد وقت هذا بك طاعتي خبك دروان مكة
فايزة مخا دزي مكة يعني خلكي مخا بين تشتانا فاتشتانا مك او دبيكو قدر هذا يازميش بعد رندي بكم عز بكم فخطأ وانا ندرس تمري واني ببيجي قدر هذا كو هبي عز روجي بقر ما زب بقر قدر هذا تنبي الناقر وانا جايزة في تشتي بي وجهالته قد تعالى قوتي روجي بقرة خلاص تل روجي بقرة كنت التقصير كر في قد تعالى محاسبي تبكي لوح المحفوظ اشترى النبي اللي كريكو ده الوحيدة تي واني بكي واني بكي ولذلك يعني علمي قد تعالى بفات اشترى مجبورة ويتشتي ناكي يعني اذا مسألة كشبارة وين اجبوكو تقريبك انت شلو تشتي اللوحة محفوظة يعني انت مجبورة تشتغل هناك مثلا مثالك يوينا يكيد خونة دي يكيد بيرا كشف تشابو تشابو انه دكا بنيامين صبح هرد كي السيارة فلان جيدا اللي بقلبت كي مثلا حادث بيرا تشابو سقطي بيرا تشابو كيف بريم ببه أو ببه هفالك يخوا فاتشتا بيرا تشيبو بنيامين دكي واني واني بكي واني دفتر خدا يزميش كر صبح ساعة ده لفلان حارته لفلان زقاقه دكي سيارك وره لبنيامين بقلبه دكي مثلا قضا بيرا تشيبو كيف بريم ببه دفتر خدا واني يزميش كر ونا چو جم بنيامين ونا بيرا قوت ونا تشتكر دفتر خدا يعني مشكل دوار رهدا دوار ساعت رهدا او حادثة بيرا تشيبو خذي بنيامين قانون ورن بفير ربي بيجن دفتر خدا يعني مشكل معنا خد تبو سببا سقطي وحادثي سيارة كس قانا بيرا بي ام تحبس بكن لاني تبو سبب دفتر خدا يعني يا اخي متخوني هذا من دي تشتكي وهني بي بس نعم شو بيرا قوت نعم شو تدخل كر نعم شو أوكر لله المثل الأعلى علمي خذ تعالى دبرتش خلق من علم بيها ولكن وام مجبورة ويتشتي ناكك وإلا فاتشتال تبابي طيب أم سؤالك يا بيبي زنج برادر ما استوديو كرمكن روج بخير سيدة چه مقصودا بقدره ايمانا قدره ته چه معنى سيدة بله يعني قدر تقدير اللغة العربية تقدير من تقدير كر مثلا از في خانيت كه ليكم دي كه بلندي ديوير 5 متر وبن دي كه بعني او متر وب بعني ديوير و بير دبي تقدير اللغة العربية يعني تحر تشتكي يعني أوك أخوه وصفك أخوه مقدارك أخوه قرانيك أخوه أو أخوه وبيرد بي تقدير خد تعالى فاتشتي كود كيل دنيا خلص ببه تقديري وان تشتغل كريه تقدير وبيرد تقودن قدر قدر أي شت تشتي كل دنيا ببه تشتي كو طبعا الجم خد تعالى علمي وي صبو دصبو روكي بره روكي صالكي پشت صالكي پشت تنه الجم يعني خدا تعالى فا علمان لجم هي دبري كو عرض و عزمان خلق ببه رو و مه و سال كينجا چه بو بعد كو عرض و رو خلق بو طيب علمي خدا تعالى قديم ده بري كو رو عرض خلق ببه بفي تشتيه هي ولذلك علمي خدا تعالى بيرا ناقوت باشو بيش ده بنجح هزار سالي بري بري عرض عزمان خلق ببه ده اللوح المحفوظ هاتي يزي مش كرنا هين عرض عزمان تنبو هين رو تنبو هين هيف تنبو ولكن تقديري وي ده كيفات اشتاولو ببه كي عردي كامل سر بعيشن مثلا ده كيف قاسا هزار سال بمينة دور هفرة بزي فرة برا وقت او دبيجن دبي آقر بيه او آقرات كي باران سرده بباره او آقرا
بفهم رانتن هر ورتي عرده اگر تي ده بمينه ولكن دور عرده گشكي سري عرده دبي حري ودبي كفر ودبي او زراعات لي تشاد وكشكي بشتا تشابو بتقديري خد تعالى وخد تعالى اللوح المحفوظ ده لازم يشكري كيف تشتانت تي ده بمنا. ولذلك تقدير مقدر يعني تشتي واني انا تشنا دنها ند ده اقدار اندا يعني علمي خد تعالى فاقش كي تقدير تذكريها تقدير عام في ربي با تقديرك عامك قد كي تشل دنا الحياه ببه علمي خد تعالى بيها و نوعك تقديره تقدير عمر انسان هي با تقديرك الدنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاروك بزيكي دي خوكت كو چار مهو چار مه در باسمون سرا خدا تعالى ملايكا كي دشيني وي زاري دزيكي دي خدا داره رح بفيد كي كي جان رح رح يكو يعني اصلا حر خليئي كود بيجن يعني او جيشكي او صاغي تيدا هي ولكن رحيكو انسان بيد كي عقل شبابه نفس شبابه روح شبابه والروح هي بعد شار ما هم بفيد كي او الرحاكي او الرحاكي كو نبني يعني بني تشتكي تشوكي جهفت قطي وزيادة به يعني بيرد بي خليه خلي وجهه تيدا حياه هي حياة أو خليج أبدأ ما زند به بيدا به ولكن روحك أي إنسان أو تيدا تنم ولذلك زاري ذكي ديدا كي جاد حركة إذن أبينيكو إنسانك رح به كفه بعد شار مهان ولذلك خدا تعالى قلت له يكي كو مر وجني خوا دبا مرني ورا برا شار مهو دهران رونه حطاني كل زاري زك دبابة وبي بحسن زاري بحركة. شار ما هو دهران زاري رح بيد كذا أو ملاك تاه بفيد كه رح بيو إنس زاروكيد كذا. دواه وقت هذا وبعد رح بيكت قدر يوي لازم يشتكي. دكيت شو قصة صار بمية. شهر سالة حفتي سالة شو قصة قدري عمري وي دكا مرياكي رند به لنين رند به صالح به غير صالح به رزقي خاد كي رزقي خوي فرا به يعني حياتي خوا رزقي خوا معيشتي خوا شلو ومصيري ويجد كي هر جهنمه هقر فاتش تانا وقت تزكي ديدا سروي يزمي فان نوعك جا اقدار التقدير تشتي حركة سينا يعني ملايكات ورقا عمري ويازمي شتكي ورزقي ويازمي شتكي وعملي ويازمي شقي او سعيد يعني تكي تاليخ وقت كش بيت دنا دركة انسانك شقية هر جهنم كافر ولا لازم لا ليان سعيدة تكي سعادة تكي بمشي و تقديرنا تقديرات الجزئين اي حركة سي خدا تعالى جيرا يازمش دي كيو دبينا ام ديسا سؤالك ببي زنج برادر ما دروا كرمك سؤال دروا السلام عليكم سيدو كسي كو جي قدر باور نكا چه حكم لسرايا سؤال دروا دبي یکی که باوری بقدر نینه یعنی از بی قدر تنه و تشتک تنه و تشتک ولو تنه انکار دکه قدره چه حکم خواه؟ حکم خواه انسان که نی مسلمانه جی اسلام درد کهوه لانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتا که جبرائیل علیه السلام هات پیرا گو ایمان بمره ببیجه برای ما حدیث ده سفتح و خلقان ده گود
يعني جارك عمر علي رضي الله عنه دبي من جنب خبره النشتيبون ما هودي يك هات إنسانك أمنا الناس نج أهل مدينة ولكن أسر السفر لي ناخن جلني بيق باقجن أو يخاو بور يخاو دبرقة يعني بيني كإنسانك نيم مسافرة ولكن كج أهل مدينة ما الناس بك ما الناس نكر هات المهم سلام دا ش پیغمبر پرس کرد گویا پیغمبر خدا یا محمد گو اسلام اجبر را ببی پیغمبر سلام گو اسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه تصوم رمضان تحج البيت ان استطاع اليه پنج ارکان دکمی اسلام گوتن گو صدقت تراس گوت گو ما الايمان يعني ارکان ایمان چنا پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت ایمان باوری به خدا تعالی وینی ملائکی وی وینی به کتاب وی وینی به پیغمبران وینی به یوم الاخر ری قامت یعنی که خل رابع حسیب ابن ری قامت وینی و ان تؤمن بالقدر خیره و شره تو ایمان به قدر بکی چه خیر به چه شر به گید انسان يعني بارئ خدا تعالى نفيسا اللوح المحفوظ دفاع بواري بك يكي ايمان بخدا ناني كافرة وخدا تنه ويكي بواري نكر بملايكان قو ملايكا تننا ام نابن تننا كافرة اسلام الدركات يكي بي از پیغمبران بواري پیغمبران نينم كافرة یکی گو آخرت تنه ام دمرو نقمت کنه عرده و خلاص تشتک تنه کافر او مرد یعنی اسلام درکت دیه یکی به قدر تنه قدر قدر یازمیش نبه باوری پی نکه او جی کافر شش دکمه ایمان هنه یک جی ایمان باوری تب قدره بکی ایمان تب پی نانی و رعزو بالله ولذلك هناك طوائف دركتن بزمان عباسيان دابو أوبو دقو الأمور أنف يعني تشتك دي علمي خدا تعالى دا تنة تشتك كل عردين ندبة خدا هن بيو تحسي فهي كفر ولي هذا يعني أولا علمان دقو مجوس هذه الأمة فهم مجوسة بني مجوسي كو عبادتها يقررد كن نمسلمانا یکی به قدر تنه یعنی خدا حاجت تشتگی تنه دنه هنگ دبی خدا تعالی دنه خلق کرگو هم اشخار را کیت شد کن بکن او خلق دنه بکن واجی کفره یعنی خدا تعالی هر تشت به قدر تشت به هوا که خلق کرم بر ارادی وی به مشیعتی وی تشتگ دنه دنه الا بعلم خدا تعالی به ارادی خدا تعالی ولذلك حكمي كيكي إيمان بوري بقدر نينة أو بر مخاطر يعني إيمان دركتية نمس المعنى طيب أفكر هنديسة إذا يا هل ترى يكي بوري بقدر تيني ودبي فاقش كده علمي خدا تعالى بإرادي خدا تعالى فاتشتي الدنيا دبي علمي خدا تعالى جيب إرادي وبرد من اللوح المحفوظ ده يعني حكمت خدا تعالى باوري بقدر كري شل تأثير خل الإنسان هي سلوكيات الإنسان هي الحقيقة يعني شت تشتي خدا تعالى دانيج مرة قدي باوري في تشتي بكن إلا آثار خل الإنسان أنا أولا إنسانك يكون باوري بقدر بك چم مصیبت پیر رغوره کو باوری بقدر بکه او مصیبت ها لیه خفیف دبه یعنی هنک مثلا گیجگل اکی خواهه لاو اکی خواهه گیجگل ازی حزد که قزاق پیر را چه بو و او لاو که وفات کن مر انسانی کو قدر باوری ناکه لخد خواه و مصیبت ها و چد و چل و نبو که بو دبيكو خا هناك خا انتحار دكن قد كشن ولكن إنسان يكون بواري بقدر يبكي
Tabi ya ki kadara uyda vani bu kuva laukimin vi umri da bimre. Ecrem l-Kadar Teala sabrede de insin. Da kadara uyda vani nefisi anda bu. O hat vefat kir. Rahma Kadar lebe. Kadar Teala ecremi onda anake. Az ecri kış Kadar Teala lazım. Ev musibeta lesar hafif bu. Yani bini hunkaya ki hati. Madem kadara o Kadar Teala lesar bu. وخد تعالى دو خد تعالى أو بر أو مع وضع من سواب من خد تعالى الصبر بكم إنسان تجارة خد خسرة دبي عمره منه شقات دنيا دنيا تعب منكم الخور لقيا خطية درب أسكري عمري مبوش شيء صال مفاح هو فات اشترى فات تجارة تشيكر وأوكر وهو دي آر پی کت یان او بو یان خسارت تک بو او ما روی گشکی چو انسانی که باوری قدر ناکه چه مصیبت دب دبه که بودلا دبه هنک دین دمن عقل دارو ولیکن ای که باوری قدر بکه دبه خود تعالی قدر هم دوانی بو وامارا تو ببه بیر جوانی هر بشویته اجره من خود تعالی خود تعالی با مقدر هم بو کرد فر مصيبتا قد تعالى قلت ما أصاب مصيبا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كم مصيبت العرض ببيت نفسي وضع ببيت كل أوي ببيت قش كده كتيبة كده اللوح المحفوظ قد تعالى بركة بري أو مصيبتها ببيت قد تعالى أوكي وحكمت زي كيه لكي لا تأسوا على ما فاتكم تشتكوا وخسريا زرار لوابو والنفس يخل نكجن يعني حزنك بر نكن لسات ولا تفرحوا بما آتاكم وتشتكوا جوارا هاتي بفرح مشي نبن بطر نبن ونرابن بطر ببن يعني تكبري بكن وفا والله فات كسباش من راكر وفات شلامن بقدرتي خو بعلمي خو بصبري خو بشطارتي خو بتشكر يعني تشتك تجارتك تكسب وتبر تبر كاركر جار انسان بطر دبي او بطريا بكفي جنان والعياذ بالله خو تكبر الانسان خلقك خو سر خلقك ما زندك كنت بوري بقدر بكي تبي فاخذ تعالى جمره يزمش كريش مره شان تیبی خدا تعالی جمر فضل آ خدا تعالی بطریش داره چه نابه که تا کسب کرو مار آتش داره ولکم مار خسیری های تی نفسی خواه بکشی حزم داره چه بی تبی حرتش ده مچو و تدوی بودلا دبی نا انسانی که باوری بقضا و قدره بکه نم مصیبت وی هلاک دکن و نجی ربح و کاری کجی رواره وی بطر دکن نا انسان دائما انسان قدره يعني باوري بك دائما معتدله بورته او يخا ام ديسا سؤالك استوديو بيبيزن كرمك سؤال خا السلام عليكم سيدا السلام قدر د آيتا إنا أنزلناه في ليلة القدر د دار باستبا معنيه في دوردا چيه باش سورتك القرآن بيروز دغتي إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني دبي خذ تعالى دبي ما قرآن نازل كريد ليلة القدر ده ليلة القدر ده ما شفي قدر ده ما قرآن يعني شلو قرآن نازل بو قرآن وقتك خذ تعالى اللوح المحفوظ شاكر جملة تشتان قرآن بيروز كل كي نازل ببال سر بخبر محمد عليه الصلاة والسلام أوجد اللوح المحفوظ ضابه يعني كلام إخوة خذ تعالى كرى اللوح المحفوظ بني مثلا كتيبه وكعوبه كرى اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ تشقص ما خذ الزوانة وعطاك بخبر عليه الصلاة والسلام وإذنا عمري خجيشتا تشال سالي وإذنا خدا تعالى كي وي پیغمبر كي وحي جي روينه علماء دبين او
كتيب أو قرآن بيروز جلوح المحفوظ خذ تعالى داخست عزماني دني حفت عزمان هنا عزماني توري نيزك ما عزماني دني صحابي دبين أسألة دهاتي بيت العزة يعني مالي مالي عزته مالي كريم مالك يعني قرآن نازل بيت العزة عزماني يا كذا الشفا ليلة القدر ده يعني دوي الشفا ده داكت بيت العزة وأول آياتك وداكت سردلي بيخمر وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم دوي الشفا ده نازل سردلي بيخمر وسلم معناه ليلة القدر. طيب شو معنى قدرة فيها ويدا ده التفسير علماء قدر رهانة دبي يعني فا شفا بلندة شفا بقيمته قدر خي مزنا إنسان دبي فرا إنسانك يعني قدر قيمته خاية يعني معناته تشتك شفك مباركة فيروزة قدر قيمته خد ويش شفادة خد تعالى القرآن نازل كريه أو شفاجي كي جانا حد بأخبار بس تعينكري إلا فا شفا ولكن قلتي ده الروجي تاليدا ما هي الروجي تاليدا حر ده الروجي تالي وقلتي ده شفي وتر ده شفي فر يعني نقي يعني يعني بيستو يك ده بيستو سيدا بيستو بيج ده بيستو حف ده بيستو نه ده فا شفي وتر قلتي ليلة القدر دفا شفان ده دبي يعني علماء دبي تنقل دبي حر جاره جاره كي بيستو يكا جاره كي بيستو سي وهكذا ده الروجي تالي ده ليلة القدر. إذن تفسير سفتح قدر يعني شفا مبارك بيروز بقدر قيمتي خواه برمزنا صوابتي ده بره قولك دديان إيه مفسران دبيجن دبي فا شفا تقديري چتش دكال الدنيا ببه صالي شبيرا وشفا نازل دبي ليلة القدر يعني چتش دكال الدنيا ببه مثلا دكي فلان أحمد كي هي سال بزوجي دوي شفا ده نازل دبي كوفي هي سال شبيرا في سال هذا كي بزوجي فلان دكي وفاته بكي دكي بمره فلان دكي بخسره فلان دكي ربحه بكي فلان دكي سفره كاخد شيء ببه واني ببه چت تشتي دكي للدنيا ببه دوي شفا ده دوت كفي الدنيا. طبعا ملايكة مكلفا كو حر تشتكي حادثة دكي تشتكي ببه ويتنفيذ دكي خلال ويسأل هذا. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر قولي سفتح ليلة أو شفي مباركة بيروزة بقيمته بقدرة وشف هذا ما قرآن نازل كر وقولي سفتح قولي دديان تشتشتي كذكي للدنيا ببا وشف هذا خذ تعالى نازل دكي ملائكة تطبيق دكين دوات اشتاندك وقت وقتين. أم دي سفكر لسر قضي باوري وقوتني كل قدر إيمانه بقضاء وقدر خدا تعالى ويني ده حديثة كذا هاي بيخمر السلام قوتي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا كل صحابي من وذكر كرن يعني إيكو باوري بيخمر السلام مهاجر وأنصارا قوتي أمسكوا يعني شو ربي ذا برمكن وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا كو استيرك جوار هاتن قوتن شو ري استيرك أمبو بر قيد قالت ذا برمكن وإذا ذكر القدر فأمسكوا كو ذكر قدر هات بيرت برمدن المسلم
پرتی دا شوره مکن چه معنا خواه یعنی که صحابی ذکر بون پرتی دا شوره مکن و استرک نجوم استرک هادنا ذکر بتی دا مکن و که قدر ذکر بو تی دا اوه مکن علماء دبی سر صحابیان یعنی پیغمبر سلام نخست کو یعنی طعن صحابیان بکن دبی صحابی بشرن وان جاره تقصیر ذکر جاره شبیر ذکر جاره او بکن ولیکن اسلام کو نقل کریب پیغمبر و نقل ای پاش خواه کنو حتی ریهیرو فضل صحابیان بوانا يعني علم حفظ كرش بيخبر جهاد كر اسلام نشر كر كويكي طعنا عند الصحابيان دا بك معناه اصل اسلام الخازا بشعتنا ولذلك قلت صحابي من كس طعني وانا ما كن كما وان ما بيجن ذكر بون رضي الله عنه فضل وان او وان لاني امت قشكي چکه امته که و علمی هاتی گیشتی امته گید صحیفه وانه گی خیر جوان ره لیانی وانا از پیغمبر نقل مکر ولی ذلك ام دنیر نه هنها کنه هنها او هنها دخازه والله طعنت ابو هریره ده بکن طيب چیش بود چت والله ابو هریره وانی وانی شکید کنه طيب ابو هریره پنج دوری پنج شش هزار حدیث پیغمبر نقل کرد اساسيات الاسلام النقل كذا قلت طعن دوي ذاكر ولا يعوذ بالله كاني تفا حديثنا قرة ذكر طعن مثلا هناك ولا يعوذ بالله طعنت ابو بكر ذكر عمر بن الخطاب كفا حتى ايك بخبر مسجين جناتي ده قلت تيش اهل جناتي وانا طعن كفا كشكي خبيث ايك طعنت صحابيان ذكر دخازنكم شكيت صحابيان كنجبوكم حديثي وان رد بكن ايكو وانا نقل كري حديث اسلام بشعتي ولذلك لازم طعنات صحابي بيخمر دنك فايك اد ديان نجوم استركو هادنا ذكر كرن قوتي يعني بيرا فر ماذ البس تي توسع مكن لاني هناك دبي والله نا حتى نا داري قزنت دبي جن تلفزيون دبي دبي فلان برجي خا فلانه يعني ده فلان وقت هذا استيركي كنت كفنا برج الاسد السرطان ونظام شو شو نبي وقت اوان دبي اذا قدر تبي واني بتي واني زنجين ببيتي بخزان ببيتي باستيركن فعلان فاتك فعلان تشتان يعني نجايزه فتشتكي غيبيه باستيركن تاني قريده تشتي كون استيركون بخازن دراسات بكن حكمة استيركون يعني فالله تعالى قلت وبالنجم هم يهتدون استيرك مري كشف الرشبة للدركة ولشولة كبه مري استيركون كان ريا ناس بكي هالي باكر وقلبة وغربي وشرقي باستيركون مري ناس بكي يعني هنا استيرك أنا مثلا دبي قطب الشمالي يك هي استيرك بيدا لهالي باكوري عردة باكوري مرانا طب بشتي خاكرة وقتا قلبا ناسكر تا غربي وشرقي تا ناسكر تكاني ريا ناس بكي وخد تعالى قلت استرك من زينة عزمين زينة عزمين يعني عزمان چلن كريب استركار اوام شكل اوان او اوان واسترك خاصية الرجوم للشياطين يعني برا الشيطان كنت شو عزمانا إبليس دي شو عزمانا شد بين بلايكات شو أمري خدا تعالى دقينا وانا وانا أو ذكرن خدا تعالى قدرة بعد كو بيخبر السلام بو بيخبر هات منعبون أو شيطاننا منعبون نكانن استيركن درباس من هارن خبري عزمين ببيزن أو بكن يعني فايكو فعل معلان تشتان فاتكنو بالجنان والشياطين ما ناكرن فاد بي فام ذي حدودي دا تفكره باستيركم بكي والله استيركك البيرد الباكرة استيركك هلات استيركك فاتشتان هما تبي فعلان وتشتان باستيركم
insanı ki rinde ve ney rinde yani ister ki havani falan vakti da falan birci de bu ve ne caizen. Amsiku. O kaderci ki zikr bu gote te de evmekin. Kader vakma gote ey cahil de beçe ne menake. طيب يا فلان وخذ تعالى قوتي النمية بك أواتي ريق يا متي حساب ترى هذا بك القدر أم إذا هذا خذ تعالى يا سيمش كان النمية بك وأذا بك ما وجهلا يعني ربطي تشتانو تقصيري خو عصياني خو بقدر هذا قريدة وبيواني بي واني بي خذ تعالى أمر ما كريم تشتي رند بكن نمية بكن زكاتي خو بدن روجي بكن فرايده خو جيب ادا بكن راستي درو انك تستانك وتقدر ماذا نبليها فامري ما كان امري خو تعالى بكن طيب يا هل ترى يجي قدر باوري بك خو تعالى امر ما كري قلت توكلوا على الله توكل يا هذا يعني عكس هفدنا يك توكل يا خو تعالى بك و نعكسه نعكسه هفدنا نعكسه توكلنا نعكسه كسب عملنا قد تعالى حرتش مرة بالي في فلان تشتي واني واني بكن ايه خرابي بتركينا وقوتي اسباب الدنيك وتشتي يعني مثلا كمار ما تشارشي بيع وشري بكما فسببك سببك كسب رزقه قوتي بكن وكل ما ياكل مالي وخرونا به والله قدر ماذا هبا الزنقين بما هذا الزنقين بما قدر ماذا تنا فخطا تشتي تشتام بهفدا قريدي بسببك كي ماي خاكي او بسبب نرندي خاكي قدر نجايزة ولذلك يعني مجال التعليم هذا مري تشتي لازم بوري بي بك بقدر هذا مري بلد كي ولكن اي جاهلا كواني كو ولد قدر مذهب في ازر رندي بك وازر خرابي بك وانا لازم بير ندي نستني يا اخي خذ تعالى اشترى الرياض دور غني وهديناه النجدين ودي ما حد ريب لكرنا مري خير بالكري ما قلت تيضا بمش ومري شر بالكري قلت ما قلت تيضا ممش فات شتوناتي تيضا بمشي تي قول لك خذ تعالى كي كسبي خبيب هما تبي والله أزل مالي خرنمو فلان تشتي كل مرة قدر مذا هبه وانا جائزة في شكل بك بله أم ديسا سؤالك جدار بابي زين كرمك سؤال إخوة السلام عليكم سيدا مادام كي هر تشت لوهي محفوظ داتيا نويستن أم چراد دبجين إنسانو ماجو تعاد بكن بله سؤال درفة دبي مادام كو حر تشت اللوح المحفوظ دا هي يا زمش كريم ام شرا شغل بكن والله بنمي بكن وطاعته بكن او هي بكن فتفكيرك خطا عينا صحابيه جبيخنبر عليه الصلاه والسلام برسكر قو يا بيخنبر يا خذي قو مادام اقدارا دا قشكي يا زمش بيل سرما ام تسليم خداكن خلاص تشتكي ناكنا دكا تشت وك لوح المحفوظ ده في خبر صلى الله عليه وسلم تعالى امر وكريه كسب الشغل وعمل بكم اعملوا بكن رندي كسبي خير حلالي رندي بكن فكل ميسر لما خلق له حر كسك خدا تعالى تيسير الريوي فذكا تشتيكو جيرا خلق بوي بينيكو خلق بوي عمل بك كل ميسر لما خلق له نجايز انسان سببا بتركينه والله الطالب يدخوني اليونيفرست يدخوني قدر مذهب ازب بنجحم خطأ تل لازمة درس خو بخوني معلم خو قداري كي كتاب خو وظيفة خو أرينا خو قشكي يازمشكي
إذا بالجدي بخني برا توكلي بخدا تعالى بي إن شاء الله كل قدره مذهبه أزب النجم تسبب كر وتبرا توكل بخدا تعالى كر يكي أعرابي يكي تشوله يشترك يخابو هاد لجم مزقفته بيغمبر وسلم أني حيشتري خوص سكنان وهاد مزقفته بيغمبر وسلم قلت تشرا قري ندا يعني دي زيوي حيشتر عادة مريكو مغلته دي زيوي ببنكي قري ده سبي الرنبه نرفه تشرا عقل نكر يعني تشرا قري ندا نقيوي قوم توكل ده يا خدا تعالى قو اعقلها وتوكل هر قريدا نجيوي وبيرا توكلي خدا تعالى سببا لازمة سببي كنت تشتي خا حفظ بكي وسببه بكي يكي هاد قو يا بخمبر خدا قو حيشتري مني قرية يعني نساغي غليت شيء بتشرمي خا قو هر قطران تي بدا يعني قريبيني وي درمان قطران تي بدا وورا از اشترى دعام بكما سبب هي قوان الصغير قريبيني وي قطران تخازي او سببه وي سببه بكا وازا ورا از اشترى دعام بكما يعني نابه كنت سببه بطال بكي وتبي از عمل ناكم خذ شكري بابي خطا اف تفكيره خطا مري دائما اسباب يخبك تبرشي بوي تبي والله الخارن ناخم كنت اول مدة شبه بابي خطا سبب اوي تا تيربوني تا تنين تشتكي بخي كنت كان بي بعيش والي ولذلك قضي بي از عمل بتركينم سبي توكله بسر قدر خدا تعالى دم ورقا خطأ هذا تفكيرا ندوري طيب ام سؤالك نيسا برادري استوديو بكن كرم سؤالي خواه السلام عليكم سيدا انسان مجبور اكي هر تشتي دي لفه محفوظ تا حاطية نوستن بكي باش برادري مدبه چه تشتي كو حاطية نوستن دا لوح المحفوظ دا انسان مجبوره بکه افتشتی که تا گریدان در لوح المحفوظ دا و تشتی که مریب بکه وی تشتی علاقته که خاص سریه جا اسرار خود تعالی دا ولذالک ام نافکرن ام نزان چند لوح المحفوظ دا یازمش کری ام تشتی که خود تعالی امر مکری ام تکه بمشینه هما بني لوح المحفوظ دباب بني لوح ما ام نم مسؤول ودشتنا او تشتاج ما ناخذن خدا تعالى قلت لك كسبه بكن عمل صالح بكن تشتي بيس ناقن جي دور كفن لا ام في تشتي لكن هما اللوح المحفوظ ده شاتين في سندن ام نزونن ولذلك يعني احتجاجي كل لوح المحفوظ ده بابا اما بكن وناكن فان ام نكون قريد مهفدرة اري يعني لوح المحفوظ خذ تعالى وانا النفسان دي ولذلك تشنا هنا يعني بيغمر الحديثة كده دبي لا يرد القدر الا الدعاء يعني قدري كده كيل سرت ببه شد كي ورا ريتا كي ببه إلا كنت الدعاء بكي بور خذي تعالى بقري بي يا ربي فيت شي سأل من راكا خذ تعالى الرادك معنا خدش يعني قدر دكي إلا تشتي لوح المحمود كي ببه كنت الدعاء كر فيت تشتي فان يا ربي سأل من راكي بمخلص بإخلاص الدعاء كر خذ تعالى سأل الرادك المهم أمنا مسؤولا كزانا من لوح المحفوظ دا تشل سأل ما هيتني اي مسؤوليات ما تشتي امر قريب خيري ام بكن تشتي نرند قوتي ماكن ام ناكن ام مسؤولية في تشتينا وام باورد كنكو حرت اللوح المحفوظ ده ايجار يعني فا تشتيكو بهفده ده قريدي فا ايكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي اذا ذكر القدر فامسكو يعني كو
قدر يكون لوح المحفوظ ده بيه النبي تشتبوي تيدا شوره برمكن لوح المحفوظ ده علمي خد تعالى تيدا بري بينجح رسول سؤالي كي كريكي ان في ساندي تشل دنيا دبا امنا مسؤولة تفصيلات ايوا تشتبوينا ام مسؤولة خد تعالى تش امر ما كري اموي بكن ام ديسا سؤالك ج دارفا بيبيزن كرم كل سؤاله سلام عليكم سيدا باوريا قدره لسر انسان مؤمن شبه تحصيل دكا بله سؤال دبي يعني اثر باوري بقدره چا اثر لانسان مؤمن هيا حقت ما قو يعني اثر خبر لسر انسانك وايمانه بقضاء وقدر خدا تعالى وينه بر يعني وقما آيات الذكر كري خدا تعالى قلتين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كم مصيبتي كل عرداد بي نفسي وضعت بي العرداد زلزال دبن بارانتين طوفان أوفر دبي خلق غرق دبي باران كم دبي چاندنين نابه چه دبي مصيبات سر خلقه دتين جي دكتيبه لوح المحفوظ ده هي دبري كوفات شتاب بالعردة وتشتيكم مصيبات النفسي وده دبي نخوشي دبي مثلا زرارك لتدبي تعداك دبي والله سقطت بي خدا نكري چلت نفسي تذا دبي اوجي برد لوح المحفوظ ده چه حكمته خي لكي لا تأسوا على ما فاتكم سبي كنت تشتي جوات دربة سبي ونجشت نيكي ونخنك كوز نفسي وخدت بي والله فاتش طال ممو حزن وكدروا علي ونو بموت بي ازخوا بكو جم خاتشلوا بكو نا كنت باوري بقدر ويني تدري متجهد أخوكر أزبي تشتي بكم نخوش ناكم والله سنو قدر رمضان أز نخوش كاتم ما أو كركو أز تجارة أخا كسبة بكم ومالي مزيدة ببا ولكن خد تعالى قدر رمضان هبكو أز كسبة ناكم خسارة دبك مصيبات لسرتا خفيف دبن إيكو باوري بقضاي وقدر خد تعالى بك مصيباتي تشل عردابة تشل نفس إنسينا تزال خفيف ولا تفرحوا بما اتاكم يكي باوري بك يعني كسبك جير رهات نجاحك جير رهات بطر نابه بطر كي جانا بطر كو بي واتشتا زيركي خكر واتشتا كو مواني واد جهدا نكر چه نابو تمام نابو نا بطر بين لازم تزهن بين خدا تعالى فا مقدر كري فا كسبت تبكي فا مالا اشترى ورا صحتي تا قوتي تا ابت خوندنا وخكرت جهد وخكرت النجاح فا خدا تعالى جي مقدر كري فضل خدا تعالى يعني انسان نغرور بيرا تشاد بايكو بي والله مواكر مواكر حرت شديد كي نفسي خو بيرا يعني خو نفسي خو زيدات كي فاتشتا بإنسان إيمان بقدر خدا تعالى تيني وستبير الشينا به بالأولى من إنسانك مصيبتك جير رهات تندين هناك دار خد كجن دبي يقول فات شتال مبقى تحمل ناغا مري مؤمن بقضاء وقدر خدا تعالى تجاري مسلمان نافكر أخوة بكج لأني زرارك ليبو لأني مصيبتك جير رهات لأني تشتك خسارك بوج مطلقا نفكري انساني مؤمن وخبكو جوا انتحار بك بياس خبكو جن ولذلك افكو خد كجن تناري والله فلان خد كشت فلان واني كر بوري خد تننا بخد تعالى بقدر خد تعالى تننا ددين عصارة ديان يعني انسان لازم غشه يعني خد سر كثير نابنه والتحقير كثير ناكي يكي مثلا
خزان کتیه فقیره کت ایمان به قدر و قضای باوری تهمه تدبیر خدا تعالی رزق وی وانی دای بی هاوی دانی و رزق مجی قدر من ها و رزق منی فرابه تجاری تو خود سر وی را نابینی چرا لانی خدا تعالی قدر وی وانی کریه نه لازمه پف خواکی تو خود سر خلکه گیشکی را ببینی و خلکه دبن خدا ببینی نه جایز ایمانی که به قضا و قدران بکی تو تجاری خود سر خلکه را نابینی یا قدر مدوانی قدر وی دوانیه خدا تعالی قدر وی یعنی ایمان به قضا و قدر انسانی که وره بکه حياتك معتدل دبشه دليوي يعني دليوي رحته دليوي هونك هونك ياك دجين ده زانك خد تعالى هاجويه شدك او دك امر خد تعالى خد تعالى رزقي وي تكفل كل انسان انسان تنري دترسه دبي والله اريه له ماله من هنا وازي وظيفه من هنا دبي قصه مش وظيفه قويتين ورزق مقود عزز برشينا رب مرم وإيمان بقضاء وقدر النين باوري كنت بقدر خدا تعالى تكفلي رزق مكرية دبيا الرزق جوازي فادر كبا دبيا كنت شغلك يدكم تجارتك يدكم دبيا كنت صناعتك يدكم دبيا زراعتك يدكم رزق مجوي تشيد خدا تعالى مادم رزق مبالك كري ورزق متكيد در كبا تجاري رزق ناترسه ولذلك يعني هناك والعياذ بالله دائما دوسواسك سبع ذا فقير بمازن برشيل رب مرمى فالتجاري قد تعالى تكفل رزق التكري هو الرزاق ذو القوة المتين قد تعالى الرزاق يعني اشتو عمري تا تنكاني عمري خا بيشتا وفاشتا بدي تنكاني رزقي خاطر كان بكي زيادة بكي خدا تعالى اشترى تقسيم كري وديل الدنيا بعيشي حتاني كو نفسك تا رزقك تا نفسك بيدا هبه تي خلاصك كاس نكاني وين نفسش تقودك كل لقماك خارنك تا الدنيا دا خدا تعالى مقدر كريل تا كاسك نكاني ويتشتيش اشتقودك لازم باوري تواني بخدا تعالى خدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابن عباس رقو قو يعني قوتي توكل بخدا تعالى وباور بك كو هاگر انس وجن يعني عالم قشكي رابع ضد تابي شغله دشي تابي وبخازن كو تشتك اشتم منع بك خدا تعالى مقدر كري او تكتشتك كنت دنيا جدا الشيء الرابع نكون بتشتي منع بك خدا تعالى مقدر كريت كيف تجي وكو عالم كش كش الرابع بأم فلان فائدة للتابكنو تشتي تزيدة بكنو الربح تو أويتا وخدا تعالى مقدر نكر بلتا نكون تشتي تزيدة بك ولذلك لازم باوري مران وخدا تعالى قضية خاصة قضية الرزق وخاصة قدي أحداثي كنت كوارمة ولذلك إنساني مثلا عالم بي زانبه فاتشتانا تجاريش حياتي أوي خناة ترسي حاكمك ظلم كر وزيرك ظلم كر ضابطك شرطان إيه جيش ظلم كر كسي في شيء بني تظلمه كي خد تعالى اشتمستره خدا تعالى واتشتي تا او ناكي جو خدا بترسا تعديل خلقه مكة عدالته بمشا ناترسا نابي والله كو ازف شو ايه شو رفي صابتي رابكم فهم چكي حبسه وان كنت قدره تذهب تتكي حبس بي تي حبس بي قدره تنابه كو كي رابع نكونه تا حبس بكي ولذلك يعني ايمان بقدره دائما قوتك تفش انسين ده تزاني قوته خدا تعالى التفات شتاكري كسل كان يشتي بغيره انسان لازم دائما قدر يا خدا تعالى
رندي بك خير بك امر معروف نهي عن المنكر بك وتوكل متسيمه خدي تعالى كري وزانه بك كسكي قد قدر يا خدي تعالى تتنبه نكون تزرع ربتقيني نكون ترزقش تمنع بك أما فيها تجيش ناتاليا خلاقي هيرو حتى نمجار قدين دي سوا ببينن بخير وخشي إن شاء الله دين وإيمان وتسليم خدا تعالى ذكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.